السلام عليكم ورحمة الله. الأزهر في أسبوع نقدمه لكم من المركز الإعلامي للأزهر الشريف وأبرز ما فيه. شيخ الأزهر يترأس اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بالأزهر. الأزهر الشريف ينعي شهداء القوات المسلحة والشرطة. الإمام الأكبر خلال استقباله وزير التربية والتعليم: التعليم الأزهري هو باعث نهضة مصر الحديثة. حملة نصيبا مفروضة توضح عقوبة ظلم المرأة في الميراث. أهلا بكم من جديد. ترأس فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بالأزهر، وذلك لبحث سبل تعزيز دور الأزهر في القارة الأفريقية تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. وفي بداية الاجتماع قال فضيلة الإمام الأكبر: إن جهود الأزهر الشريف في أفريقيا هي جزء من رسالته العالمية لدعم الاستقرار الاجتماعي والسلام في أفريقيا والعالم، مضيفا أن الأزهر يقع على عاتقه دور كبير في خدمة القارة الأفريقية باعتباره أكبر قوة ثقافية وتعليمية ناعمة لمصر، وهو ما يجسده التواجد القوي للأزهر في مختلف أرجاء أفريقيا. وناقشت اللجنة مضاعفة عدد المنح الدراسية المقدمة للدول الأفريقية، وبحث افتتاح مراكز لتعليم اللغة العربية في بعض الدول، وتكثيف البرامج التدريبية لتأهيل الأئمة والوعاظ الأفارقة بالتوازي مع القوافل الدعوية التي يرسلها الأزهر لمواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الفكر الوسطي، فضلا عن تسيير قوافل إغاثية وطبية للدول الأفريقية الأشد احتياجا والتي تشهد عجزا في الطواقم الطبية. كما بحثت اللجنة الترتيبات النهائية لافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا بجامعة الأزهر، ومتابعة الفعاليات التي سوف تنظمها جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها تنظيم الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية وعقد المؤتمر الدولي لاتحاد الجامعات الأفريقية في يوليو المقبل. نعى الأزهر الشريف رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في شمال سيناء، وأشاد البيان بجهود وتضحيات القوات المسلحة في سيناء، والتي تأتي استكمالا لجهودها العظيمة في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات. كما ندد الأزهر الشريف في بيان آخر بأقصى العبارات إقدام إرهابي على تفجير نفسه في منطقة الضرب الأحمر بوسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد 2 من رجال الأمن وإصابة آخرين. هذا ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء للشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بعاجل الشفاء، مؤكدا أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة جميع المصريين حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والأزهر في إطار المنظومة الوطنية لتطوير التعليم. وقال فضيلة الإمام الأكبر: إن التعليم الأزهري هو باعث نهضة مصر الحديثة، وعلى أساسه قامت كل أشكال التعليم في مصر، مؤكدا أهمية دعم التعليم في الأزهر لأنه يمثل ضمانة الاستقرار والتعايش المجتمعي في مصر والعالم العربي والإسلامي، كما أنه يربي أبناءه على التعددية وقبول الاختلاف واحترام الآخر وحب الوطن والانتماء له. وأكد فضيلته أهمية التنسيق والتعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهه، موضحا أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاهتمام بالتعليم وبناء مواطن قادر على النهوض بمجتمعه. من جانبه أطلع وزير التربية والتعليم فضيلة الإمام الأكبر على نتائج التعاون المشترك في مجال تطوير نظم ومناهج التعليم،
مبينا أن الأزهر يمتلك خبرات طويلة في مجال التعليم ولديه كوادر مؤهلة للتعامل مع أحدث الوسائل والطرق التعليمية. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفدا من دولة المالديف، ضم كل من السيد علي زاهر رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الإسلامية ووزيرة التربية والتعليم، ونقل الوفد تحيات رئيس جمهورية المالديف إلى فضيلة الإمام الأكبر وتقديره لجهوده الكبيرة في نشر قيم السلام والتعايش والحفاظ على قيم التعددية والوسطية. وأكد الوفد حرص بلاده على توطيد العلاقات مع الأزهر واعتزازها الشديد بالتزامها بمنهجه الوسطي. وأعرب زاهر عن شكر بلاده للأزهر على دعمه لها من خلال البعثات الأزهرية واستقبال طلابها للدراسة في معاهده وجامعته، مبديا تطلع بلاده لمزيد من دعم الأزهر لها في مجال تعليم العلوم الإسلامية والعربية وتدريب أئمتها ودعاتها. من جانبه أوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يقوم بجهوده الدعوية في مختلف أنحاء العالم انطلاقا من رسالته ودوره في الحفاظ على منهج الإسلام الصحيح وحماية المسلمين من الانحرافات الفكرية التي تستهدفهم. أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية سادس رسائل حملة نصيبا مفروضا، والتي تستهدف تسليط الضوء على فلسفة الميراث في الإسلام. وتناولت الرسالة الجديدة عقوبة ظلم المرأة في الميراث، موضحة أن كافة أشكال ظلم المرأة في الميراث محرمة ولا يمكن القبول بها مطلقا، وهي ذنب عظيم أيا كان دافعه، سواء كان من ورث أو من وارث، مشددة على أن العادات والتقاليد التي تخالف أوامر الإسلام وتعاليمه لا قيمة لها على الإطلاق، بل يحرم العمل بها. وشددت الرسالة على أن ظلم المرأة في الميراث معصية لله ورسوله وتعد على حدود الله، لأن الذي ورث المرأة هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لعبد من العباد حرمانها منه، بالإضافة إلى أن من يحرمها من ميراثها سوف يحرم من ميراثه في الجنة. ختام هذه الجولة قدمناها لكم من المركز الإعلامي للأزهر الشريف وأبرز ما جاء فيها. شيخ الأزهر يترأس اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بالأزهر. الأزهر الشريف ينعي شهداء القوات المسلحة والشرطة. الإمام الأكبر خلال استقباله وزير التربية والتعليم: التعليم الأزهري هو باعث نهضة مصر الحديثة. حملة نصيبا مفروضة توضح عقوبة ظلم المرأة في الميراث. ختام هذه الجولة قدمناها لكم من المركز الإعلامي للأزهر الشريف. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة البوابة الإلكترونية للأزهر، كما يمكنكم متابعة الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.